احنا هنعمل النهارده بارز التمر بالطحينه، وهنعملها مره بالسوداني ومره بالفستق، ايا كان المتوفر عندكم بقى تشتغلوا بيه. ما عندكوش لا تمر ولا سوداني، عندكم اي نوع مكسرات تاني تقدروا تشتغلوا بيه. معانا المكونات ايه؟ معايا تمر والتمرايه. انا عايزه التمر المجدول ده اللي هو بيبقى تخين شويه وطري وفتحاه بالطريقه دي. معايا كمان طحينه، والطحينه مصدر هايل للدهون الصحيه. معايا فستق، ومعايا ملح خشن، فستق مجروش وفستق سليم. النوع التاني معايا تمر مفتوح بنفس الطريقه، طحينه، فول سوداني مجروش وشويه تانيل للوش وملح خشن، ومعايا شوكولاته داكنه سايحه للاتنين. هعمل ايه؟ عندنا قالب زي ده هبقى مبسوطه جدا، لانه هيبقى سهل عليكم تطلعوا منه البارز. ما عندناش، هنشتغل في قالب الكيكه بتاعنا العادي جدا ده، وهنحط فيه ورقه زبده او ما نحطش، وهيطلع برده بعد ما يتحط في الفريزر وهيمسك. بصوا بقى، انا هاخد البلح هبتدي افتحه كده، او التمر بتاعي، واحطه اهو. ومهم انه يبقى لازق في بعضه. ليه؟ عشان ده القعده بتاعه البار، فده اللي هتمسكه في بعضه. عايزينها تبقى ماسكه قوي، هاتوا ورقه زبده ودوسوا عليها. خلاص، اهم حاجه بس ايه، انا بالنسبه لي نملى الفراغات. خلصنا، هبتدي دلوقتي انزل بالطحينه. الطحينه زي ما قلنا هي غنيه بالدهون الصحيه، ده معناه انها في درجه حراره الغرفه سايحه، ولما بنحطها في الفريزر ايه اللي بيحصل؟ بتمسك، بتجمد. فيبقى الوصفه دي محتاجه تدخل الفريزر شويه. طيب، معايا ايه تاني؟ معايا فستق، وهنا بقى الكمية حسب الرغبة. طيب، هقفل على ده بايه؟ بالشوكولاتة اللي معايا. طيب، الشوكولاتة دي شوكولاتة فيها نسبة سكر بسيطة، الحقيقة دي شوكولاتة غامقة اللي بتتباع في السوبر ماركت العادي بتاعت الطبيخ. بحطها يا اما بسيحها في حمام مائي، يا اما بحطها في الميكروويف دقيقه واقلب، نص دقيقه واقلب، وهكذا. برضو ايه بقول لكم ليه معلومه ان دي فيها سكر؟ مش بنحط بالمعقول. هي شوكولاته غامقه وسكرها قليل، بس برضو دهون وسكريات، فبنحط بس بالراحه. احط على وشه شوية فستق عشان ابقى عارفة ان ده دي الوصفة اللي بالفستق، وادخله التلاجة او الفريزر يمسك نفسه على الاقل ساعة. من تلاجة للتانية بتفرق حسب درجة حرارتها، فانا المفروض تدخلوه دلوقتي التلاجة على الاقل ساعة. طلعته لقيته ما مسكش نفسه، هندخله تاني لحد ما اوريكم لما يطلع المفروض يبقى شكله عامل ازاي. طيب، ايه كمان؟ تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية اللي هي الفول السوداني، برضو نفس الطريقة. لو معاكوا ورقة زبدة او معاكوا ورقة سيليكون تحطوها تحت هايل، ما عندناش مفيش مشكلة، لانه دول بيطلعوا بسهولة. لو خايفين انه ما يطلعش رشوا رشة زيت تحت او حطوا ورقة زبدة. اهم حاجة الفراغات. بصوا انا بحطه على وشه بيقفل، فانا ايه بحطه على ظهره. ناخد ايه شويه الطحينه بتاعنا، ابتدي بقى اخد. انتوا عارفين نسينا نحط على الفستق شويه ملح، محتاجين نحطهم على الوش، بس ممكن لما يطلع من الثلاجه او الفريزر عادي. دي بقى انتوا اول ما تدقوها هتفتكروا كده ايه طعم شوكولاته كلنا بنحبها ونجيبها من السوبر ماركت. طيب، تعالوا بقى ايه
ندريزل او ننزل بالشوكولاتة بتاعتنا. ما تدلقوش من الطبق على طول علشان الكمية، بالمعلقة كده انا بتحكم في الكمية اكتر واعرف افردها اسهل. حلو، هدخلها التلاجة برضو وهسيبها على الاقل ايه زي ما اتفقنا ساعة. عايزين بقى تحطوا ده لما تطلع تحطوه دلوقتي، دي حاجة ترجع لكم. ورشة الملح الخشن بقول لكم بتديها طعم حلو قوي. دخلناها التلاجة وسبناها ما لا يقل زي ما اتفقنا عن ساعة. هعمل ايه لما بتطلع؟ انا دي بصراحة سايباها بقالها ايه 3-4 ساعات مثلا عشان اجهزها بدري. قلبت القالب على صاج عادي جدا، ده شكلها. هعمل ايه بقى؟ هبتدي اقطعها. الطبق الحلو ده عايزين طبعا تقطعوها اصغر تقدروا، بس احنا بصوا انتوا لو عديتوا معايا الشريحة دي فيها ايه؟ فيها تمراية اتنين، تمرتين. هنعمل ايه بقى؟ دي انا دخلتها التلاجة من غير ما احط عليها حاجة على الوش، فابتدي اجي احط هنا دلوقتي ايه شوية فستق على الوش هنا، شوية سوداني على التانية.